سلام، واش رايكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل الغايه وانتم تتابعوا في الفيديو تاع اليوم. مرحبا بكم في قناتي. الفيديو تاع اليوم راح تكون عن زين رمضان 2، راح نوريكم داني ريزولتا. دونك ماذا بيا تشوفوا الفيديو حتى الاخر، ما تنساوش اذا كنتوا جداد معايا ما تنساوش ديروا جيم وابوني. باي ذا واي، حبيت نقول لكم رمضان كريم، اللهم بلغنا اياه. ان شاء الله يا ربي تصوموا بالصحه والهنا، والله ما بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. دونك بلا ما نطول عليكم، خليكم على الفيديو. كما شفتوا هنايا كانوا ناقصين واحد الصوالح حق رمضان، دونك اختصرناهم كامل في سيبيرات وحده وشرينا بزاف صوالح وفوالا. واهم شيء الموزايا. اليوم راح نديرو تحدي رمضان. تحدي رمضان هذا واش هو؟ هو انبوكس نغلفو من برا، ندير فيه زينة رمضان اكيد، ومن الداخل ندير فيه قصصات ورقيه. قصصات ورقيه حندير فيهم 30 تحدي ل 30 يوم تاع رمضان، وراح ندير كل يوم تحدي، يعني كل يوم نجبد ورقه وندير هذاك التحدي. والتحدي ماش نصورو في اليوتيوب، راح نصورو في التيك توك تاعي. دونك اذا كان معكمش مابونيني
ماكمش متابعني في تيك توك روحوا تابعوني، اسمي راه في ليكرون في الشاشه. يا وسي راح ندير بزاف عفايس شابين في رمضان في الانستغرام، دونك ميم هو راح نخلي لكم في الشاشه، روحوا ديروا ابوني. فوالا. كما قلت لكم جبت اوراق 21-27 ولا A4، دونك سي لا ميم شوز، جبتهم باه نقص 30 قصاصه لرمضان ونكتب فيهم التحديات. دونك جبتهم وكتبت فيهم قلت لكم بلي تحديات جبتهم من راسي بلس لابليكاسيون تاع بينتريست، كتبت تحديات رمضان وخرجوا لي. ماشي الدرني غزيتا بس قررت باش نزيد الاضواء، دونك جبت الاضواء تاوعي ولي بيل تاوعي وراح نشوف كيفاش نديكوريهم هنايا. دونك فوالا.